الطبع التاسع للمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد الأمين العام لولاية مسيلة، سيد وزير الجمهورية، سيد رئيس دائرة بوسعادة، سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوسعادة، السادة المديرون التنفيذيون، السلطات المدنية والعسكرية، السادة النواب المحترمون، المشايخ الأجلاء، الأسرة الإعلامية، أعضاء الفرق الإنشادية المشاركة في هذا المهرجان، الضيوف الكرام مع حفظ الرتب والمقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. الشعر أشرق وجهه وتهلل وتراقصت لقدومكم رتب العلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. ها هي مدينة بوسعادة، مدينة السعادة، تفتح ذراعيها لاحتضان الطبعة التاسعة من مهرجان الثقافي المحلي للإنشاد الذي ترعاه السيدة وزيرة الثقافة والفنون دكتورة سوريا مولجي والسيد والي ولاية مسيلة في جو رمضاني مفعم بالروحانيات ومنكها بعبق الأصالة النابعة من موروث هذه المدينة الزاخرة. كيف لا، وهي المدينة التي دفعت الأمير الهاشمي نجل مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري بالإقامة فيها بوصية من والده، وليس ذلك إلا إيمانا منه لما لها من خصوصيات وتميز. بوسعادة ملهمت الفنانين والتي سحر جمالها الفنان العالمي نصر الدين الديني، فأقام بها واعتنق الإسلام بين ربوعها وأوصى بأن يدفن بها بعد موته. إتيان ديني الذي تحدى فرنسا فبنى مسجد باريس من حر ماله ونشر سلسلته الذهبية لافي دو محمد. بوسعادة التي أهدت للإنشاد والمديح قامات لامعة كتبت أسماءها بأحرف من ذهب على سماء الفن على المستوى المحلي بل والعالمي، فإن قيل الإنشاد في الجزائر إلى بوسعادة. بوسعادة واسطة عقد الجزائر موقعا وفنا وأصالة وتاريخا وجهادا. الحضور الكريم، ها هي ذي بوسعادة المدينة الألفية تحتفي بالإنشاد في شهر أبريل، شهر العلم، شهر الذي نحيي فيه ذكرى رحيل رائد النهضة العلامة عبد الحميد بن مديس، حيث شرفت بزيارته أكثر من 3 مرات. أيها الحضور الكريم، إن الإنشاد ضارب في التاريخ الإسلامي، ظهر منذ صدر الإسلام وقد اشتهر به جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حظوا باهتمام خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن رواحة وأنجش وعامر بن الأكوع وبلال بن رباح وغيرهم، وتوالت قوافل المادحين صادحة بالتغني بالمديح النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق ومختلف مظاهر الحياة الاجتماعية في الإسلام. وما هذا المهرجان إلا حلقة في هذه السلسلة المباركة التي امتدت من لدى عصر الصحابة والتابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
في الأخير أود أن أقدم الشكر والعرفان لكل من قدم لنا يد العون وكان دعما لنا لإنجاح هذه الطبعة، بداية من السيدة وزيرة الثقافة والفنون والسيد والي ولاية نسيلة والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي وكل المساهمين والمتعاملين وأعضاء المحافظة وجنود الخفاء من تقنيين ومصممين وإداريين ومنظمين وإعلاميين وعمال البلدية وغيرهم. لو أنني أنشدت 1000 قصيدة لوجدتها في حقكم لا لنتفي. سيروا إلى العلياء واقتدوا المنى وامضوا إلى الإبداع دون توقف. شكرا لكم، يرعاكم رب السماء، كونوا كجسم واحد متكاتف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.